جينا لتالت لعبة الترابيزة، وهنشوف بقى مين من البنتين اللي هتعرف ما توقعش الكورة وتوصلها لحد عندها. جاهزين يا بنات؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. بالراحة بقى علشان ايه السرعة مش مفيدة في اللعبة دي خالص. يا ليلي، لورا متأنية ومركزة. ايه التركيز ده يا لورا؟ بجد ايه التركيز ده؟ بالراحة يا ليلي، لما تتحرك قوي كده هديها هتقع. لورا وقعت الكورة وليلي كسبت، بس هنشوف ايه هتقعد مكملة لحد امتى، كنوع من انواع الفضول. برافو والله، برافو برافو، ده عكس كل التوقعات اللي بيحصل ده. كنت ماشيه بسرعه انت وانا قلت هتوقعي الاول، بس انت اللي كسبتي ولسه مكمله. بس لورا بصلك ازاي؟ برافو، مركزه معاك. ايوه شاطره. ايه يا ليلي الشطاره دي؟ بالراحه. ايه الحلاوه دي؟ والنبي جميله، بتشجعك برضو يعني. هي خسرت بس ايه مركزه معاكي. لا مش ممكن، انت اشطر بنت لعبه اللعبه دي. ايه ده ايه الحلاوه دي؟ برافو 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 برافو، سقفلها سقفلها يا لولو. ليلي هي اللي كسبت كده، الفريق الاحمر هو اللي كسب. احنا لسه مكملين معاكم 2-1 لصالح الفريق الاحمر، وعندنا اخر لعبه هنشوف هنعمل فيها ايه على نفس الترابيزه.